هي الموصل حين تقوم من تحت الركام تنفض عن نفسها غبار الحرب والدمار. احتفال ثقافي يحيي تراث المدينة وتاريخها العريق، لتتحول منطقة حمام المنقوشة في شارع الفاروق في الموصل القديمة إلى متحف حي لتاريخ الموصل وتراثها الاجتماعي. هو يوم التراث الموصلي، هذا التراث العظيم والعميق والذي جذوره تمتد إلى عمق تاريخي مهيب، هو الحضارة الأشورية وعمقها التاريخي وما أعطت لنينوى. وأكيد هذا التراث الموصلي كان مهم جدا. الاحتفال نظمته مؤسسة بيتنا، وبجهود أبناء المدينة ومثقفيها وفنانيها رسمت لوحة تراثية حية تنطق بجمال مدينة الموصل وأصالة التاريخ الاجتماعي فيها. لإحياء مدينة الموصل، لأن احنا لازم نرجع ونمثل أهاليتنا وأجدادنا شلون كانوا عايشين قبل، هاي الحياة البسيطة والزي المرتب، وغدنا نرجع نعيد إحياء تراث هذه المدينة. ولم يكتفي الاحتفال بعرض الملابس والأزياء والمظاهر الاجتماعية الموصلية القديمة، وإنما أظهر كذلك أصحاب المهن التراثية مثل صناعة المجهولات النحاسية. وأنا سعيد بمشاركتي بهذا المعرض المهرجان الجميل يوم التراث الموصلي، وكثير سعيد بهذه الأجواء الجميلة وحضور جميع الناس من جميع الطوائف، وكثير يعني كثير حبيت أشارك بهذا المهرجان لإحياء هذا التراث الجميل، وإحنا مهنتنا تعرف مهنة تراثية وعريقة. وتظل مدينة الموصل نجما ثقافيا يتلألأ في سماء العراق، معبرا عن تاريخ ضارب في القدم يحكي قصة حضارة عاشت وازدهرت في نينوى وفي كل بلاد الرافدين العريقة.